كمان انه هيئة الترفيه برغم كذا هيئة الترفيه قاعدة تسوي لنا فعاليات ترفيهية داخلية طبعا مهمة وكبيرة، واخرها كان مساء امس بافتتاح الفنان رابح صقر جلسة ويسز الرياض، واللي ذكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه انه هذه اول حفلة من حفلات عديدة سيشارك فيها النجوم الخليجيين والعرب. شفنا صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر قدم مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة وأطرب الجمهور وسط طبعا إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من كورونا. خلونا ننقل لكم أجواء حفل أمس في هذا الفيديو. الله الله، أجواء جدا حلوة يعني كلنا استمتعنا كذا وإحنا نتفرج. أنا تفرجت عن طريق سناب شات، ترى قعدت أدخل على الماب وشفت الناس والأجواء من جد مرة يبختهم، من جد أجواء مرة حلوة. ولا تنسوا كمان الأسبوع القادم يوم الجمعة 5 فبراير كلنا على موعد مع ثاني جلسات أويسز الرياض واللي راح تقدمها الفنانة أصالة والفنان عبد الله الرويشد. طبعا على الموعد نستنى. أكيد طبعا أكيد طبعا، كلنا شوق ومتحمسين هذه الحفلة أصالة وعبد الله الرويشد. أخيرا عبد الله الرويشد أخيرا عبد الله الرويشد تستني عبد الله الرويشد خلوني أنقل